ويزيد الأمر بيانا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخ ثيابه أو بدنه شيء؟ إذا كان يغتسل من نهر جار كل يوم 5 مرات قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ما أعظم الله وما أجله جل في علاه. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فهل هو على ظاهره لا يبقى من درنه شيء ويمحو الله به الخطايا كلها؟ فبعض أهل العلم يرى هذا الظاهر ويقول بأن الصلوات 5 يمحو الله بها جميع الخطايا الصغائر والكبائر، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور وهم أكثر أهل العلم، أن المراد بالخطايا التي تمحى ما عدا الكبائر، فالكبائر لها شأن آخر. والدليل على ذلك ما سبق آنفا من حديث عثمان: ما لم يؤت كبيرة. وأيضا ما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر.